جلودهما كانوا خاطئين. كلمة خاطئ بالقرآن تعني أنه إلى جهنم وبئس المصير. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، من احتكر فهو خاطئ. وقال عليه الصلاة والسلام: من احتكر طعاماً 40 يوماً فقد برئ من الله تعالى، وبرئ الله تعالى منه. وقال عليه الصلاة والسلام: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. لا تحتكر طعاماً. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغريه عليهم كان حقاً على الله تبارك وتعالى أن يقعده في النار. من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغريه عليهم كان حقاً على الله تعالى أن يقعده في النار. يعني الموظف له دخل محل 10,000، رفعت عليه هذا السعر، أنت أرباحك زادت، أما هذا صاحب الدخل المحدود سحقته، عنده أولاد، عنده زوجة، وشريف ومستقيم، ما بيأكل حرام، أوقعته في حرج شديد، أنت ضاعفت أموالك أضعافاً كثيرة، لكنك أوقعته في حرج شديد. إياك أن تبني مجدك على أنقاض الآخرين، إياك أن تبني غناك على إفقار الآخرين، إياك أن تبني أمنك على إخافة الآخرين، إياك أن تبني عزك على إذلال الآخرين. إياك، الله كبير، الله بالمرصاد، الله عنده أورام خبيثة، عنده فشل كلوي، تشمع كبد، كسر بالدماغ، عنده أمراض تدع الحليم حيران، عنده عقاب يشيب لهوله الولدان. إياك أن تبني مجدك على أنقاضه، إياك أن تبتز أمواله، إياك أن تلقي الرعب في قلوبهم، إياك أن تأخذ ما ليس لك. إله عظيم. من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغريه عليهم كان حقاً على الله تعالى أن يقعده في النار. المعصية التاسعة: الغش. أيها الإخوة، يعني أنواع الغش تحتاج إلى خطط. أنواع الغش: تغيير صفات البضاعة، تغيير مصدر المنشأ البضاعة، اللعب بالوزن، بالكيد، بالمساحة، بالإيهام، هذا كله يؤدي إلى فقر. الغش أحد أسباب الفقر. يقول عليه الصلاة والسلام: غبن المسترسل ربا. المسترسل الجاهل بخصائص البضاعة. أيام الباعة عندهم حاسة سادسة، يشعرون أن هذا المشتري جاهل بخصائص البضاعة، يبيعونه أسوأ بضاعة بأعلى ثمن، ويتوهمون أنهم أذكياء. حدثني أخي إخواني، إنسان اشترى مركبة جديدة وهو لا يفهم ما فيها، فيها مشكلة، جاء إلى أحد المصلحين أعطاه وصفاً خطيراً لعلة فيه، وطلب مبلغ كبير والمدة 3 أيام، وإصلاح المركبة يحتاج إلى دقيقة واحدة ولا يكلف شيئاً. فأول يوم أخذ أهله بهذه المركبة إلى الزبداني، وثاني يوم إلى الروقة، وثالث يوم إلى طريق المركبة. فقال له جاره: يا رجل اتق الله، قضية بتكلفك ربع ساعة، دقائق، 3 أيام، ومبلغ كبير جدا. قال له: هكذا بتعامل، أنا الذي أعمل صح. له ابن دخلت نسرة فولاذ يعمل في مخرج في عينه، كلفته العملية تقريبا يعني شيء 40-50 ألف في لبنان الصواقعية. الله كبير، من هو الغبي؟ هو الذي يتوهم أن الله لا يحاسب، هو الذي يتوهم أن الله لا يعاقب. قال له: يا ربي لقد عصيتك ولم تعاقبني. قال له: عبدي قد عاقبتك ولم تدري. مليون مصيبة يسوقها الله لنا.
أن تغش المسترسل هذا ربا. آخر معصية التجارة في المحرمات، يعني في مواد محرمة، في مشروبات محرمة، في لحوم محرمة، في بضاعة محرمة، في أشياء لا تعد ولا تحصى. بمجرد أن تتاجر بالمحرمات وقعت في إثم كبير، والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نتعلم تفقه. فمن دخل السوق من دون فقه أكل الربا شاء أم أبى. معرفة الأحكام الشرعية فرض عين على كل مسلم، ما الحلال وما الحرام. أيها الإخوة المؤمنون، أنا أخاطب نفسي، أحدث نفسي، هناك نصوص أيها الإخوة في الكتاب والسنة، نصوص الكتاب من عند خالق السماوات والأرض، ونصوص السنة من عند سيد الخلق وحبيب الحق الذي لا ينطق عن الهوى، ماذا نفعل بها؟ أيها الإخوة الكرام، ألف بعض الدعاة أن ينزلوا إلى مستوى واقع المسلمين، فتارة يقولون افعل ولا حرج، وهذه بلوى عامة، والله غفور رحيم. ولا تدقق، رحمة الله واسعة، ونحن أمة محمد أمة مرحومة. من شدة ما هبط الدعاة إلى مستوى المدعوين حتى أصبح الدين كالغاز، لا شكل له ولا حجم له، يصلح لأي موقف ومع أي مخالفة ومع أي سقوط ومع أي انحطاط. لكن الدعاة كما ينبغي، ينبغي أن يرفعوا الناس إلى مستوى الشرع، لا أن يهبطوهم إلى مستوى الناس. أيها الإخوة الكرام، لئلا يقول أحدكم هناك تزمت، هناك تشدد، هناك سوداوية، هناك الوجه القاتم للدين، لئلا تقول هذا الكلام، أنا أخاطب نفسي ولكن بصوت مسموع. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. والله لو عرفنا قيمة هذه النصوص التي سأتلوها على مسامعكم لارتعدت مفاصلنا خوفا من الله عز وجل، ولا ذقنا طعاما طيبا، ولا دخلنا إلى بيت نؤوي إليه. قضية مصيرية أيها الإخوة، قضية جنة إلى الأبد أو نار إلى الأبد. ما هذه الحياة الدنيا مهما طالت ومهما ارتقى الإنسان فيها، ومهما جمع من أموال، ومهما ارتقى من مناصب، ومهما تمكن من غيره، إنها كلمح البصر، إنها صفر. ولو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. أيها الإخوة الكرام، أبدأ خطبتي بهذه الحقيقة في هذه اللحظة، الساعة الواحدة وخمس دقائق من هذه اللحظة وإلى الموت، وما منا واحد إلا وسيموت. هناك قدر من العمر قد يكون لحظة، وفي بعض الخطب كان أحد الإخوة المصلين في القاعة وافته المنية وهو يسمع الخطبة. من هذه اللحظة إلى ساعة الموت هناك قدر من العمر قد يكون لحظة وقد يستمر سنوات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمة محمد عامتهم بين الستين والسبعين، ولا يجاوز هذا العمر إلا القليل النادر. وقد مضى الذي مضى، يا ترى، والسؤال محرج ومزعج، هل بقي بقدر ما مضى؟ هل بقي بقدر ما مضى؟ كيف مضى الذي مضى؟ مضى كلمح البصر، وهذا الذي بقي يمضي أيضاً كلمح البصر، ثم الإنسان أمام أعماله كلها، أمام أعمال سيحاسب عنها،
عملا عملا، موقفا موقفا، حركة حركة، سكنة سكنة، إعطاء إعطاء، منعا منعا، صلة صلة، قطيعة قطيعة. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الكلمة التي أقولها آلاف المرات: عود نفسك أن تواجه الحقيقة المرة، لا أن تركن إلى الوهم المريح. أيها الإخوة الكرام، هذه الحقيقة الأولى، أنه لا بد من أن نغادر الدنيا، وقد حكم علينا بالموت مع وقف التنفيذ. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. هذا الحديث الشريف أيها الإخوة ينخلع له القلب: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، مغلوب على أمره ثم يتوب إلى الله توبة نصوحة وينطلق إلى الله. ففي هذه اللحظة قد تجد إنسان يعمل بعمل أهل الجنة وليس من أهل الجنة. أيها الإخوة الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت علينا إيماننا حتى نلقاه، وأن يجعل خير أيامنا آخرة، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمة. أيها الإخوة الكرام، سيظل المؤمن خائفاً من تقلب قلبه، وهل سمي القلب قلباً إلا لتقلبه؟ ولقد كان عليه الصلاة والسلام كالجبل الراسخ في الإيمان، وهو خير عباد الله على الإطلاق، ومع ذلك كان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. لا تقولوا: هذا تشاؤم، وهذا تزمت، وهذا تشدد، والدعاة يقولون غير هذا، القضية سهلة، افعل ولا حرج، الدين نسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هذا كله صحيح، ولكن بعد التوبة. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان أكثر ما كان النبي يحلف: لا ومقلب القلوب، ومقلب القلوب. هذا موضوع أيها الإخوة خطير جدا، ينبغي أن نذهب إلى البيوت وأن تبدأ بعد سماع هذه الخطبة متاعبنا. ينبغي أن نحاسب أنفسنا بشكل دقيق، ينبغي أن نتحرى دخلنا، وأن نتحرى إنفاقنا، وأن نتحرى وضع أهلنا، وأن نتحرى خروج بناتنا في الطريق، وأن نتحرى حجاب زوجاتنا، وأن نتحرى نوع كلامنا. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: ولا أظن أن هذا الحديث ينطبق على وقت من أوقات حياة المسلمين كما ينطبق اليوم. يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة، فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. مصائد الشيطان في هذه الأيام لا تعد ولا تحصى، شمة واحدة تصرف الشاب إلى المخدرات، وفيلم واحد يأخذ الرجل إلى الزنا، فتن كقطع الليل المظلم، يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. لذلك الدعاء القرآني: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الإخوة، سؤال دقيق: هل يعاني المؤمن من سكرات الموت؟ الموت لحظة رهيبة، والكل يخافه ويكرهه، المؤمن والكافر، ولا بد لكل أحد منه، ولا فرار عنه، ونزع الروح نزع، وآلام النزع آلام،
وكل إنسان يذوقه مؤمنا أو كافرا، لقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. لكن للحقيقة المؤمن لا يناله من ألم الموت إلا القليل، بل هو آخر عذاب يعاني منه في حياته كلها. أما الكافر فإن نزع الروح هو أول عذاب له، وما بعده أصعب بكثير. يروي البخاري في صحيحه أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، السحر الرئة، وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل علي عبد الرحمن أخوها وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه، عرفت أنه يحب السواك، قلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه، قلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم فلينته، وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم نصب يده فجعل يقول: بل الرفيق الأعلى حتى قبض. ومالت يده صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام البخاري. أزكى إنسان، أعقل إنسان، هو الذي يعد لهذه الساعة التي لا بد منها: إن للموت لسكرات. أيها الإخوة الكرام، موضوع آخر في ساعة الموت. لحظة الموت لكل عبد من عباد الله هي مرحلة إخبار بالنتيجة النهائية، فالمؤمن يبشر بالجنة والكافر يبشر بالنار. قال تعالى، وهذا معنى الآية الدقيق: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وأما الكافر فإنه يتلقى الصفعات عند الموت. قال تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. أيها الإخوة الكرام، هناك خطب كثيرة وشهيرة وذائعة في العالم الإسلامي تتحدث عن الموت، ولكن فيها نصوص ضعيفة جداً. أنا حاسبوني في هذه الخطبة عن أي فكرة لا تغطيها آية أو حديث صحيح. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذه اللحظات الأخيرة في حياة المؤمن والكافر، فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث دقيق جدا: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها
فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه كل من في السماء، ثم ينتقل من السماء التي تليها إلى التي تليها حتى ينتهي إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوا عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه فيأتي ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله، فيقولان وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت. فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك التي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. هذا المؤمن. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح ثياب خشنة جدا، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف، سيخ اللحم من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الريح الخبيثة؟ فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له، ثم قرأ لا تفتح لهم أبواب السماء. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من رب؟ فيقول ها ها. كان غارقا في الأفلام، كان غارقا في الموبقات، كان غارقا في الملاهي، كان غارقا في أكل الربا، كان غارقا في المعاصي. من ربك؟ ربه الدولار، ربه المال، ربه المرأة. من ربك؟ يقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟